واحدة من أهم مطربين الخليج، ودلوقتي بقت في مصر كمان من أهم مطربين في مصر. بلقيس برحب بيكي، وعايزة أقولك إيه الشياكة دي وإيه الريش ده كله؟ لا الريش على الصدر بس عشان يغطيه. الله يخليكي، ميرسي، ثانك يو. بلقيس، أغنية ممكن فجأة العالم العربي كله كمان في مصر بالأخص بقى ليكي جمهور كبير قوي وكتير قوي في مصر من الأغنية دي، كنت متوقعة أن الأغنية تعمل كده؟ بصراحة لا، يعني أنا ويمكن سيف نبيل برضو إحنا مستغربين إنه هي كنا متوقعين تنجح بس مش قد كده، ولكن سبحان الله يعني أنا فجأة لقيت الناس كلها في مصر عارفاها. ممكن عملتي أغنيتين، واحدة لبنانية واحدة مصرية في يمكن الشهر اللي فات ونزلتيهم ورا بعض، كلميني عن كواليس الأغنيتين دول. الأغنية اللبنانية اتصورت في لبنان وحققت، بصي الأغاني لسه تو بيك أب دلوقتي على فكرة، يعني عشان نزلتهم ورا بعض هم عشان بارت أوف ذا ألبوم. دبلوماسي بقالها 3 أسابيع لسه حالا تو بيك أب، فخصوصا يعني بعد النشاط الفني اللي حصل في مصر في الفترة الأخيرة. مبسوطة قوي، وأنا متوقعة خلال الشهور الجاية كمان هتلاقي الأغاني دي برضو بيك أب أكتر. انتي بتخططي في الفترة الجاية في الكارير بتاعك انك تبقي موجودة في مصر بشكل اكتر؟ اكيد ده حقيقي، وانا عندي تعاونات جديدة هتجمعني مع عزيز شافعي، مع بلال سرور، مع مزيد ان شاء الله. ممكن تغني لي واحدة؟ مش هختار لك اغنية، انتي قولي اكتر اغنية حابة تغنيها. من اغنياتي عندي اغنية خليجية اسمها ياخي، الاغنية دي موضوع، بس دي مع اوركسترا سيمفوني وبتاع، بس دلوقتي انا في مود يا راسي يا دبلوماسي يا مسيطر على احساسي انت الحب. ايه ده انت حافظاها؟ يلا.